طيب الله أوقاتكم بالخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. جولتنا لهذا اليوم في شمال غرب كركوك، وتحديدا في قضاء الدبس في غابات شناغة. هذه الغابة التي تكون مساحتها تقريبا 3000 كيلومتر تعرضت إلى إهمال من قبل الحكومة أو إهمال من قبل المواطنين وبعض القطع الجار، لكن الإدارة الموجودة الجديدة اللي استلمت إدارة غابات شناغة منذ عام 2019 ولحد هذه اللحظة منعت أي تجاوز على هذه الغابة. هذه الغابة فيها عدد من الغزلان، وهناك أيضا مشاتل، وأيضا يمر نهر الزاب قريب من هذه الغابات التي ستكون أو هي أصلا منتجع ومكان سياحي لكن يحتاج إلى عناية حكومية. لمزيد من التفاصيل ابقوا ويانا في غابات شناغة. تمتاز غابات الدبس بأكثر من مفصل أو قسم فيها، يعني واحد من الأقسام اللي هو موجود قسم المشاتل، زراعة الشتلات المنوعة في هذه الغابة. نستضيف اليوم السيد أحمد مدير غابات الدبس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا أستاذ. يا هلا مرحبا. يا هلا بيك. شلون الصحة؟ والحمد لله بخير. يا هلا مرحبا أستاذ أحمد. ممكن تفصيل أكثر عن الغابات وتحديدا عن المشتل حتى ننتقل للأقسام الثانية، وشنو الأقسام الموجودة عندكم؟ إن شاء الله. السلام عليكم. تبلغ مساحة الغابات الكلية 3000 دونم، وهي من الدوائر التابعة لدائرة الغابات ومكافحة التصحر، ومقرها في أبو غريب في بغداد. المشتل ايش عندكم هنا بي؟ شنو الشتلات المهمة أو الغريبة؟ خلينا نقول 50,000 تقريبا شتلة متنوعة، وتشمل أشجار الغابات إضافة إلى أشجار الفاكهة هي العنب والتين. ومن الأشجار المتنوعة الموجودة اليوكاليبتوز والسرو والصنوبر والكتالبا ولسان الطير والأنواع أخرى متنوعة. أنتم من مسوين هذا المشتل حتى تزرعون بالغابة اللي هي مساحتها 3000 أو توزعوها لدوائر الدولة أو تطوها كهدية أو بيع، شنو الموضوع؟ نعم والله، هي تقريبا احنا هاي ضمن مبادرة يعني مثل خلينا نقول دعم من وزارة الزراعة، ومبادرة يسموها مبادرة تمكين، واللي تبنتها البنك المركزي إضافة إلى دائرة المصارف الأهلية، البنوك المصارف الأهلية. هذول هم نعم دعمونا دعم يعني لا نظير له، وانتجنا حوالي أكثر من 50,000 شتلة حاليا، و25,000 شتلة تم توزيعها إلى جميع الدوائر الحكومية في قضاء الدبس وجميع النواحي في كركوك. ومن أهم النواحي التي تم توزيع هذه الشتلات ناحية آلتون كوبري، وناحية تازة، وناحية يايتشي والعباسي والحويجة والقرهنجير، إضافة إلى ناحية سرقران. يعني قدمت لكل النواحي شتلات مجانا. مجانا وبدون مقابل، إضافة إلى قمنا بالإشراف على تشجير هذه الشتلات. زين أستاذ أحمد، اليوم أنتوا هاي الغابة مساحتها 3000. نعم. غير مسيجة، ما بيها سياج. ما بيها سياج. الأيد العامل شلون تقدر أنه يعني أنتوا تسقوها، لو تعتمد على أمطار؟ والله هي تقريبا هاي الأكثر، هاي أشجار قديمة منذ 1964 هي تأسست هذه الغابة، وكلها جذورها بالأرض ما تحتاج إلى سقي، فقط اللي تشجير الجديد يحتاج إلى سقي وأيدي عاملة اللي نشجرها، وإحنا ناويين يعني كل مرحلة نشجر تشجير معين يعني. إضافة إلى عندنا مشتل أمهات هسه قاعد نحضره 10 دونم، هذا راح نسويه عن بطريقة التقطير، وهذا يضم أنواع سلالات يعني نادرة للحفاظ عليها، وأخذ منها البذور والأقلام. كل التوفيق إن شاء الله. شكرا. نعوف المشاتل وننتقل إلى قسم آخر إن شاء الله. أبقوا يعني. Thank you.
مشاهدين الكرام وصلنا إلى قسم آخر من غابات الدبس المعروفة بغابات شناغة اللي هو زراعة الحنطة أو البحوث. تفاصيل هاي الحنطة وشنو سالفة لها؟ السنة الثانية على التوالي تم زراعة هذا النوع واللي هو نوع بحوث 22 من محصول الحنطة التابع لدائرة البحوث الزراعية، وهي تعتبر نواة أساس لغرض تنقيتها وتنظيفها وتوزيعها على الفلاحين في العام المقبل. يعني أنتوا هنا تجربة تجربة نعم حتى يكون نوعية الحنطة وجودتها نعم. أفضل بكل العراق، كل العراق أفضل من يعني من بقية الأنواع، وهي تجربة ناجحة لأن جربناها هاي السنة الثانية ونوعية كلش ممتازة. هذا العمل للبحوث هو بس هنا بالدبس لو أكو بغير أقضية؟ لا جميع الأقضية الموجودة، لا في كركوك في داقوق موجود دائرة البحوث وموجود في مشروع غابات الدبس، أما في بقية المحافظات موجود في النجف وفي كربلة وذي قار والموصل تل عفر. يعني دائرة البحوث مشكورة أنه تريد تطور أو تحسن نوعية الحنطة الموجودة، لأنه بالفترة الأخيرة كانت أكو حنطة بها شوائب مثل الشعير والحب الأسود ويعني أنواع النباتات الأخرى، فدائرة البحوث تقوم بهذا العمل ومن ضمنها اختارت أنه اختارت باعتبار أنه الأرض صالحة للزراعة إضافة إلى وجود كميات كبيرة من المياه في هذه المنطقة، فرادت تحسن هذه النوعية من الحنطة بحيث أنه هي منقات وراثيا ولا توجد به أي نوع من الشوائب حتى تتوزع على حتى كل تتوزع على كل الفلاحين في العام المقبل ويخلصون الحنطة اللي بها نعم شوائب ومشاكل وشوائب ومشاكل إن شاء الله. كل التوفيق. ننتقل إلى قسم آخر اللي هو قسم الغزلان إن شاء الله. الغزلان نعم. يلا نروح للغزلان نروح للغزلان يلا ماشي محمية الغزلان تفضل. مشاهدينا الأحبة انتقلنا إلى قسم آخر في غابات شناغة من الأقسام المهمة جدا اللي هو قسم الغزلان. هذا الغزلان هي غزلان الريم العراقي تحديدا اللي هي مساحة شاسعة وبها عدد كبير من الغزلان. أستاذ أحمد ممكن تفاصيل عن هذه الغزلان وهل هناك ولادات وشون الدارون هذا الغزال؟ نعم تعتبر محمية الغزلان من المحميات الطبيعية الموجودة في غابات الدبس، وهي تحتوي على نوع نادر وهو نوع الريم العراقي، ونحن الآن في فصل الولادات حيث الآن قد نشاهد أيضا ولادات في هذا الموسم. نعم شلون تدارون هاي الغزلان مراعاتها والله نعم ترتيبها؟ نقدم لها علف وخاصة بالشتاء، وبالصيف نقوم بزراعة الجت والنباتات الأخرى للغزلان. يعني تحتاج عناية خاصة؟ نعم تحتاج نعم تحتاج عناية خاصة وكادر أيضا، إضافة إلى إشراف بيطري من قبل دكاترة بيطريين من قضاء الدبس. إيش قد العدد؟ العدد ساعدنا أكثر من 20 غزالة. نعم زين بالتوالد وراح تكون أكثر العدد نعم. عندكم تبيعون من عدد؟ نبيع فقط الذكور، أما الإناث فلا يتم بيعها لأن كميتها كلش قليلة يعني عددها كلش قليلة. تبيعون الذكور فقط. نعم وبسعر رسمي مسعر من قبل وزارة الزراعة اللي هو من 450 إلى 500 ألف للذكر الواحد. وقت وقت البيع؟ وقت البيع دائما شهر السابع والثامن بعد ما تنتهي الولادات. هاي رسالة للجمهور اللي يريد يشتري غزال يجي لهنا نعم. للدبس حتى يشتري غزال. وقبل فترة التزاوج، لأن فترة التزاوج راح تصير بشهر العاشر. هاي نمنع بها الصيد. التزاوج نعم. اللي بها مشاكل بين الذكور. اللي بين مشاكل بين الذكور. دائما يكون عندنا يعني نفوق. يعني احنا نشوف بالقنوات الخاصه بالطبيعه اللي هي ناشونال جيوغرافيك وغيرها نشوف انه اكو صراع بين الذكور بينا. هذا يصير عندكم؟ هذا موجود دائما موجود الصراع، لان دائما ذكر واحد او ذكرين هم اللي يسيطرون على قطيع الاناث، اما الباقي فيحدث يعني بيناتهم تناطح. نعم يصير تناطح بيناتهم ويؤدي قد وفي احيان كثيره يؤدي الى يعني النفوق. الى النفوق نفوق الغزال. نعم يعني المفروض لازم تحافظون عليهن اكثر نعم احنا ليش دائما نتخلص من الذكور يعني نقوم ببيعها على مود حتى نحافظ على الكميه الموجوده. قد المساحه هاي اللي مخلين بها اللي موجوده تقريبا 40 دونم 40 دونم فقط نعم فقط للغزلان مخصصه ومسيجه بسياج عالي. زين انا شفت اكو هنا مناحل عندكم مش كم موضوع هاي شنو المناحل طبيعه نشاط اخر أيضا. نعم هذه هم نشاط اخر ضمن نشاطات مشروع غابات الدبس واللي هو بدعم من دائرة الغابات ومكافحة التصحر. عندنا تقريبا 20 خلية
وهسه وقت الفرس مال خلينا نقول العسل نعم. ودائما يتم بيعها ايضا ضمن تسعيره وزاره الزراعه اللي هي تقريبا الكيلو من 25 الى 30 الف وهو طبيعي من اشجار الكاليبتوس. يتغذى على اشجار الكاليبتوس وخاصه في هذه الفتره اللي من شهر الرابع لغايه الان. هاي المساحه الموجوده اللي هي 30 من 30 الى 40 عفوا 3000 دونم اللي هي الغابات بصوره عامه. زين مصادفتكم هنا افاعي حيايه؟ نعم موجود. موجوده افاعي، موجوده ذئاب، موجوده خنازير بكميه كبيره طبعا، وموجوده انواع القط البري ايضا موجود، وموجود اضافه الى ذلك يعني انواع كبيره من الحيوانات المفترسه. زين هاي ما تهجم على الغزلان؟ لا مو السياج كلش عالي، احنا مسيجي والسياج تقريبا اكثر من 3 امتار يعني مسيج. صعوبة انه تسيج كل الغابة اللي هي 3000 متر. نعم. 3000 كيلومتر يعني صعبة. صعبة. الموضوع صعب. نعم. لكن الافضل انه تسيج او لا؟ والله هي من الافضل تسيج يعني حتى يتم مثل ما يقول المحافظة عليها من التجاوزات، لان سألنا هواي تجاوزات من اصحاب الابقار والجواميس والاغنام من القرى المحيطة واللي دائما يدخلون على الغابة. زين عندكم انتم هسه صار اكو اكثر من سنة موسم حرائق، تعرضت الغابة إلى حرائق؟ نعم تعرضت لعدة حرائق وبالأخص في عام 2015 وعام 2020 تعرضت إلى حرائق كبيرة جدا يعني، واللي سببها هم القرى المحيطة حيث قوم بشي يقومون يحرقون المخلفات مال الحنطة بعد الحصاد لغرض زراعتها بالذرة الصفراء بعد موسم الحصاد. فهاي النار وين تجي؟ راح تجينا على الغابة. وهذا ما حدث بالفعل من قبل هذا، فأدى إلى تدمير والله مساحات يعني كبيرة. يعني انتم تحتاجون مسافة آمنة بينكم وبين المحاصيل، بين المحاصيل نعم، حتى تحافظون على نعم. الغابة اكو قطع بالش اسمه شفنا اكو بعض الاشجار مقطوعة. نعم. يعني انتم تبيعونها تقطعوها لو هو لا هو توقف جارة. البيع بس اكو بعض الاشجار تتساقط نتيجة الرياح القوية. نعم. وتسدنا الطريق التبليط، فهذه احنا نقطعها ونزيلها عن الشارع فقط، ولا اي بيع اي بيع ايها ما عندنا من 2019 لحد الان لم يتم بيع اي شجره ابد. تطالبون انه تشجر بعد او تكثر المساحه او شنو يعني مطالبكم انتم حتى تطورون منها؟ يعني منطقه سياحيه جميله لكن بيها بعض التفاصيل المهمه. نعم. يعني يحتاج لها لمسات. نعم احنا كتبنا يعني حتى كاتبين للمحافظه كركوك والقضاء الدبس ناحيه سرقران بأنه عندنا هيش مطالب حتى مستقبلا نقدر نشجرها ونقدر أيضا نسويها منطقة سياحية. أي فهم واعدونا بأنه يعني عن طريق بناء كبرات. نعم. وعن طريق تبليط وتسجيج المنطقة يعني على الأقل يعني ما نقدر نشجر 3000 دونم يعني، فعلى الأقل نسجل يعني نشجرنا أو نسيجنا يعني تقريبا بال 20 دونم 30 دونم حتى تكون منطقة سياحية خاصة بالسياحة وقريبة على نهر الزاب. وقريبة على نهر الزاب لأن نهر الزاب كلش قريب من يمنا. نروح النهر الزاب إن شاء الله. يلا احنا قبل ما نختم نروح النهر الزاب نشوف الأجواء هناك الطبيعية والغابات والماء والخضراء والوجه الحسن إن شاء الله. إلى هناك مشاهدي الكرام ابقوا يانا. عاملة النحل تضع نوعين من البيض، بيض ملقح وبيض غير ملقحة. البيض غير الملقحة تطلع الذكور، والبيض الملقحة تطلع العاملات زائدا الملكة. الاختلاف بين العاملة والملكة طبعا تكون أثناء حياة فترة الحياة مالتها، تكون فقط التغذية مالته، التغذية مالته، التغذية بالنسبة يغذى يرقات النحل تغذى في البداية أول ما تفقس بغذاء الملكي، فكمية الغذاء الملكي اللي تنطى لليرقات الملكة تكون أكثر، ولهذا تطع هذه اليرقة ملكة. أما العاملة تطع تكون أقل، تطع العاملة طبعا عمرها تكون أقول
فترة الحياة مالتها 21 يوم. أما فترة حياة الملكة من أول ما تضع البيض إلى نهاية إلى خروجه تكون 16 يوم. 16 يوم نعم. ف بالنسبة شو اسمه العاملة هي واجبات مالتها تكون تحرس الخلية طبعا. هذا اللي عمره صغار السن تحرس الخلية وتنظف الخلية وتراعي اليرقات النحل. وأما الكبار السن كبار السن فتجيب حبوب اللقاح زائدا المي زائدا الرحيق زائدا حتى تنتج العسل حتى تنتج العسل. إذا ماتت الملكة فإذا كان موسم مناسب للملكة إذا كان ربيع مثلا إذا كان جو مناسب في العاملات تقوم ب يرقات صغار اللي من ملكة يغذيها بغذاء ملكي أكثر فتطلع الملكة. فلازم هذا الوقت لازم تكون ذكور موجود ذكور إذا ذكور موجودة فتتلقى الملكة. طبعا الملكة تتلقى في الجو وليس في الأرض. يحافظون على الخلية نفسها يحافظون نعم. عليها حتى فالملكة خلال 15 يوم تخرج ملكة جديدة. وإذا ما صارت هاي الحالة الخلية إذا ما صارت هذه الحالة فورا 15 يوم الخلية تظل بدون ملكة وراها العاملات تقوم مقام الملكة فتضع البيض. ولكن البيض اللي تضعه العاملة فيكون بيض غير ملقحة فتطلع فقط الذكور. إذا تنتهي حياة الخلية. العسل فرزناه طبعا هالسنة الموسم جبنا الحمد لله هالسنة إنتاج زين تقريبا ولو ماكو مطر وشو اسمه ولكن البرد بالشتاء ما جاء فهذا أثر طبعا صار يعني جيد يعني نعم لا صار جيد قبل صار برد صار خلل برد خلل نعم هسه بدون هذا البرد ما جاء ولكن ماكو مطر ماكو رطوبة لكن طلعت أحسن. جانب آخر من غابات شناغة اللي هي قريب نهر الزاب وهذا المكان الجميل لكن للأسف لم يستغل بصورة صحيحة من قبل الحكومة وحتى من قبل أهل المنطقة أو الأهالي. يعني دا نشوف هنا الجاموس أبرز المشاكل أستاذ أحمد اللي تعانون من عدها. والله هي أبرز المشاكل تقريبا هي هاي الغسالات الموجودة مال حصورة مال نعم فيقومون يعني شلون مثل ما يقول يحفرون نهر الزاب لأجل استخراج الرمل والحصو تأثر كلش على الغابة. هاي الانجراف تشوفوا هذا الانجراف كله سببه الغسالات إضافة إلى غرق عدة أشخاص في نهر الزاب بسبب يعني الغسالات. هم يأخذون من المساحة نعم وهو أصلا متجاوز يعني حتى إجازة ما عنده يعني متجاوز من 2004 لحد الآن وعلى الرغم من تبليغاتنا وعلى الرغم من الشكاوي لم يتخذ إجراء لحد الآن. أرجع نفس الموضوع اللي هو سألتك عنه وما جاوبتني اللي إن هاي المساحة 3000 دونم مساحة كلش كبيرة نعم. يعني تحتاج أيدي عاملة. إيش قد عدد الموظفين اللي عندك عقود نعم. شنو تفاصيلهم؟ والله هسه إحنا نعاني معاناة كبيرة قلة التخصيصات أولاً تخصيصات مالية مالية كل يعني كلش قليلة ونزيرة خلينا نقول نعم. وإضافة إلى هذا قلة الأيدي العاملة يعني غابة بهالحجم لا يوجد غير فقط حراس بيها عمال ما عندنا غير عاملين فقط ولهاي السنة يعني العام ما عندنا ولا عامل بس هالسنة خصصوا لنا عمال عدد اثنين اي هاي الغابة الكبيرة للمحمية بس المحمية هي إذا احنا نحكي للمحمية وللمنحل يحتاج أقل شيء أربع عمال
أقل شيء يعني، إضافة إلى المشتل اللي شفته، وإضافة إلى التشجير. يعني حتى لو شجرنا هالسنة سنة اللاخ ماكو تقصات مالية لها التشجير، فإذا هاد اللاخ سنة اللاخ منو اللي يديم هذا التشجير؟ ما عندنا جماعة يديمه. الملاكات شنو موضوعها؟ الملاكات ماكو أي مال، يعني لحد الآن من تقريبا صار 10 سنين ماكو أي تعين. يعني عندنا عقود من 2004 ولحد الآن هو عقود وأجور يومية، وهذا 11 شهر ما مستلمين راتب، يعني للأمانة 11 شهر ما مستلمين. وأيضا قابل الوزير كان رايح على أحد المشاتل الموجودة بقصيبة وطرحوا له نفس المشكلة، نفس الموجود عندنا عقود بقصيبة وعندنا أيضا هناك، ف يعني غابة يعني مثل هاي الموجودة اللي احنا بيها وهذا النهر الجميل. نعم. يعني هي غابة مثمرة ومنتجة. نعم. منتجة. نعم. وعدكم اصلا انتو وارد مالي من خلال المنحل او الغزلان نفسها او حتى الحنطة اللي لقيناها. نعم. والمشتل. نعم. ليش ما يعينون؟ ليش ما يعني شنو الموضوع؟ ليش ما حد ينطي فلوس؟ يعني بس ياخذون من عندكم؟ يعني ماكو اي يعني لحد الان يعني اي تعيينات ماكو، لا مهندسين ولا أيدي عاملة. إن شاء الله رسالتك توصل. شكراً لك أستاذ أحمد، تعبناك حبيبي، فرصة سعيدة أنه خذتنا بهاي الجولة الجميلة. مشاهدين الكرام، هذا المكان الجميل المتألق والراقي واللي من المفروض أنه يكون منتجع سياحي كبير وضخم في الدبس وفي كركوك، لكن للأسف يتعرض إلى أهمال بسبب أو هي لأسباب كثيرة ذكرها أستاذ أحمد. اللي نتمناه واللي نرجو أنه تكون هناك رعاية لهذا المكان، من تسييج، من عدم التجاوز على حتى نهر الزاب أو يأخذون من مساحة هذه الغابة. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقتنا من جولة مراسل، نلتقيكم بجولات أخرى. إلى اللقاء.